ايه انت متاكد انه التانيين بيعرفوا هاي اللعبه؟ انا مو شايفه مجموعات عم تجي لهون بنوب. خلصنا مشان الله، مين بده يلعب هاي اللعبه السخيفه يا؟ اذا شرحت هالشي لحدا بالشارع رح ياخذ شهاده السواقه من ايدك. شباب يلا قوموا خلونا نمشي يلا. ها باريش، وانت خذ مصرياتك كمان، اصلا انت تعبت حالك كثير معنا. شكرا. اوه مجهزين لباس كمان. وشو معنى هالحركة هي؟ هدول مفكرين اللعبة يابانية بسبب اسمها. معنى هي؟ لا يا ابني، أنا اخترعتها. أنا جمعت أسماء كل الألعاب اللي بحبها، الشطرنج وجينجا والطاولة والشدة والأوكي. ساجيت. بالمناسبة وأنت رح تلعب كمان. منين طلعت بهالشي؟ يعني بما أني مصمم اللعبة فمو أصول أني شارك باللعب مهم؟ لا، أنا ضميري ما بيسمح لي. أوكي، جاهزين اللعب يا شباب؟ لحظة، شلون الجندي أكل الوزير؟ أوجوز برأيه الجندي على طول مزلول، لهيك غير القانون بهالشكل. شو هالإيد هاي؟ شو يعني شو هالإيد؟ شو يعني؟ مفكر عم ترتب فريق جلاتا سراي؟ شو هالترتيب هاد؟ شوف حالك، بالأول حطيت حجرتين الأوكي بجنب بعض ومفكرني حطيتها عن قصد كمان، ليك شو بده؟ طلعوا فيني هلأ. حجار الأوكي المزيفة منحطهم جنب بعض. سمعتوا؟ ها؟ بعدين شو عملت وقت أخذت الأوكي؟ اللي بس شو عملت؟ بس اللي كرماله لله. ايه تمام ماشي يا ابني، اطلع على حالك تفرج شو هاي. هل عنا يا زلمة؟ خود خود بدون أوكي. شو عم تعملوا انتو؟ كشملة. النتيجة 1-0. برافو عليكم، بهنيكم، عطتون اللعبة قدام الكل. اللعبة الأخيرة رح تحسم النتيجة. ايه اجت 4، اجت 7 من باك جيلار، وهلأ 6. الصراع كتير كبير. 5-2 ونعم الثنائي بوكيت. ليبدأ الصراع الأخير، الأفضل هو اللي رح يربح. يلا لشوف. يلا يا براك، يلا يا براك، يا براك يا براك، يلا يلا يا بنت، انت اقوى. يلا يا براك، يلا شدي شوي. ركزي يا براك، ركزي. يلا بظن ما رح تربح. يلا يا براك، نحن لازم نعمل شيء. يلا. يا براك، كان في ساعة بتحبيها وانت صغيرة، بتتذكريها؟ انا كسرتها. كل عقرب عملته شكل، عملت عقرب الساعات شكل، وعقرب الدقايق عملته شكل، كلها كسرتها. شو قلت لي عملت؟ ربحنا! يس! الفائز فريق المستأجرين! حلو مبروك! أنا ربحت! أنا ربحت! أنا ربحت! يس! أنا ربحت! أنا ربحت! أنا ربحت! أنا ربحت! ربحنا!
ايش عم بصير؟ ليش هيك عم تبتسموا مثل المجانين؟ يعني هذا تمن الانتصار؟ شايف مزاجك منيح يا ام الايد الحديديه؟ ايه اكيد اطلع عليها. انا بعرف هاي الابتسامه، اليوم هي انقذت حياتنا، بتعرف؟ هاي ابتسامه البطله. ما تعملوا هيك يا شباب، خجلتوني. ايه ما عملت اي شيء. انا للكل والكل لي، هذا كل شيء. ايه وهي الذكرى صغيره منا لالي. تكتبي آرائك الحلوة بهذا القلم ورح تقلبي رح تقلبي المكان على راس الكل. ايه نحن مصدقينك. خلص ما بقى تحكوا شي تاني، عن جد انا ما فيني اتحمل هاي المواقف، رح تخلوني ابكي هلا. عن جد شكرا كثير. تعالوا لهون. الزعيمة يا براك الحلوة. شوفوا انا بوعدكم يا براك ايواز رح تكتب مستقبلها بهذا القلم. يعني يا زعيمة رح توقعي هالتوقيع وتخطي خطوة لحياتك الجديدة. ما رح يصير يلي خايفة منه، وتأكدي كل شي رح يتحسن مع الوقت. كوني مطمنة كل شي رح يكون حلو. شو وين باقي الشباب؟ احكوا معهم. باريش وينك انت؟ يا علي وينك انت؟